بالكساء الجماني فغتيني به فاتيته بالكساء الجماني فغتيته به وصرت انظر اليه واذا وجهه يتلى لو كانه البدر في ليله تمامه وكماله فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قره عيني وسمره فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رايه طيبه كانها رايه جد رسول الله فقلت نعم ان جدك اتاك الكساء فاكمل الحسن الله والكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتازلي ان ادخل معك اتاك الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أكمل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين الله والكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتظلي أن أكون معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما أولديك تحت الكساء فأقبل علي نام الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظلي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي يا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نام الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمائي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء آل بيتي وخاصتي محمد لهمهم لهمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم يحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وأدعو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم من أنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم آل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبريل يا ربي أتازل رابطها
إلي أن عابد إلى الأرض لأكون معهم سادسا، فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، على علي العلا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا إلى يا رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليك يا أمينا واجي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه أجمعون من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي جنيز والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صليا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمعون من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. وقال علي جنيد والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محبب الحول والأحوال حبب لنا إلى أحسن الحال يا محمود بحق محمد يا الله بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق حسن يا قديم الإحسان بحق حسين عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا بحق من مظلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.